المادة بتاعتنا اسمها Antenna and Propagation. يعني ايه Antenna؟ يعني هوائي. يعني ايه هوائي؟ يعني ان انا عندي حاجة بتستقبل موجات كهرومغناطيسية من الهواء وبتحولها لفولت وتيار، او ان بدخلها من دايره كهربيه فولت وتيار وبتطلعها في صوره موجات كهرومغناطيسيه. في صعوبه في الكلام ده؟ المفروض لا. طيب الهوائي او الانتنه ايه الميزه اللي فيها وايه اللي مخليها لها ماده لوحدها؟ او بمعنى اخر، انا دلوقتي الموجات الكهرومغناطيسيه دي بتطلع ازاي؟ المفروض ان لو حضرتك جبت اي تيار غير الشده او اي شحنه متغيره في المقدار او حتى شحنه وحركتها، يبقى عندي ثلاث حاجات: عندي شحنه ثابته وحركتها في مكانها، فالمفروض المجال اللي حواليها هيتغير مع الزمن. قالولنا في المفروض اسمها مجالات الف، اعتقد عندك اسمها انتنا مجالات الف، ان انت لو عندك شحنه موجبه هتعمل حواليها مجال كهربي. الشحنة دي لو حركتها هيحصل ايه المجال الكهربي؟ هيتغير. تغير المجال الكهربي قوانين واحد اسمه ماكسويل، المفروض ان احنا سمعنا عنها في فيلد بي، ولو ما سمعناش عنها مش مهم، يعني رغم ان هي اسس، يعني حاجه كده زي ايه، زي الكتاب المقدس بتاع الانتنه والكتاب المقدس بتاع الموجات الكهرومغناطيسيه عموما، هي قواعد ماكسويل دي، اربعه قوانين بتوع الاستاذ ماكسويل. فالاستاذ ماكسويل حط بناء على قواعده او قوانينه، لو المجال الكهربي تغير فده بيولد مجال مغناطيسي، وممكن وده بيؤدي الى موجه كهرومغناطيسيه تنتشر مبتعده عن مصدر التغير. طبعا لو انت عندك شحنه وحركتها فانت كده هتولد موجه كهرومغناطيسيه. لو عندك تيار ماشي في سلك، قالوا لنا في مجالات الف او في مجالات ب، ان انتوا عندكم لو تيار ماشي في سلك ده هيولد حواليه مجال كهرومغناطيسي، انا اسف، مجال مغناطيسي، مجال مغناطيسي. التيار ده سواء دي سي يعني ثابت القيمه او اي سي يعني متغير القيمه، في الحالتين هيكون في عندي مجال مغناطيسي. المجال المغناطيسي اللي هيطلع ده لو كان التيار اي سي، فعلى طول معناها ان المجال المغناطيسي ده متغير القيمه، معنى ان عندي مجال مغناطيسي، معنى ان عندي مجال مغناطيسي متغير القيمه بناء على قوانين ماكسويل، فاذا عندك مجال كهربي. المجال الكهربي والمغناطيسي دول هيولدوا موجه كهرومغناطيسيه مبتعده عن المصدر. معنى كلامك يا دكتور ان اي سلك في البيوت بتاعتنا اللي هو في الحيطه ده اللي فيه كهرباء وماشي فيه تيار، والتيار ده متردد اللي هو 50 هرتز بتاعنا، هيولد حواليه موجه كهرومغناطيسيه؟ اه. طيب يعني معنى كده يا دكتور ان المفروض انا لو معايا جهاز مستقبل يستقبل موجه كهرومغناطيسيه دي هسمع صوت الكهرباء وهي ماشيه؟ اه يا فندم، بس اصبر شويه لحد ما ايه ما نجيب المثال الثالث، وبعد كده هنتكلم في القصه دي. او خلينا هنا، ممكن نتكلم في الوقت ده. اذا من الكلام اللي فات، لو انا عندي تيار متغير الشده او شحنه متغيره او شحنه ثابته بس متحركه، الثلاث حالات دول هيولد حواليهم مجال كهرومغناطيسي. السؤال بقى دلوقتي، المجال الكهرومغناطيسي اللي هيطلع ده او الموجه الكهرومغناطيسيه اللي هتطلع دي، هل كل الاشكال بتاعه الشحنات المتغيره او الشحنات المتحركه او التيار المتغير الشده، كل الحالات دول هيديني نفس كفاءه المجال الكهرومغناطيسي؟ لا. ليه؟ لان مثلا لو عندك شحنة متحركة، الشحنة المتحركة دي بتمشي في الفراغ بسرعة، السرعة دي لازم تكون عالية جدا علشان تحس بإفيشنت أو بإفيشنت إلكترومانجنتيك ويف، موجة كهرومغناطيسية فعلا تقدر تحس بيه. برضو التيار المتغير اللي ماشي في سلك لازم يكون التردد بتاعه عالي قوي علشان تحس بالموجة الكهرومغناطيسية اللي هتطلع. فلو احنا بنتكلم على فريكوانسي مثلا 50 هرتز، في موجه كهرومغناطيسيه هتطلع بس ضعيفه جدا 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 جدا. ليه؟ لان انا علشان احصل على موجه كهرومغناطيسيه بكفاءه عاليه لازم يكون طول السلك مقرب في حاجه اسمها الطول الموجي. الطول الموجي ده يا دكتور
المفروض ان قانون احنا عارفينه ومن مسلمات ومن ايام ثانوي، طول الموجي لما يتضرب في الفريكوانسي بيديك سرعه الموج. احنا هنا في الكورس ده دايما هنتكلم على الموجه اللي هي الموجه الكهرومغناطيسيه، ودايما الموجه الكهرومغناطيسيه بتاعتنا هتنتشر في الهواء، فسرعه انتشار موجه كهرومغناطيسيه في الهواء هي سرعه الضوء اللي هي سي، فاذا لمده في اف على طول بسي وانت مغمض. فلو افترضنا ان احنا بنتكلم على 50 والسي دي اللي هي 3 في 10 اس 8، يبقى اللمده بتاعتك بكام؟ 6 في 10 اس 8 يعني 600,000 كيلومتر. انا ينفع اجيب سلك احط فيه ال 50 هرتز وطوله مش 600,000 كيلومتر يا سيدي، 60,000 كيلومتر اللي هو 10، طبعا صعب جدا. فاذا ال 50 هرتز دي مش هقدر احصل على كفاءه عاليه من خروج الموجه الكهرومغناطيسيه بتاعتها، بس في موجه موجوده يا بيه موجوده. طيب شيء جميل. الحاجه الثانيه، تعال بقى نكمل المثال ده. لو انت عندك التردد بتاع الاي ام، الاي ام اللي هي موجه الراديو، الاي ام اللي احنا بنسمعه التردد بتاعه في حدود الواحد ميجا، يعني كفريكوانسي هيبقى 1000 كيلو اللي هي في حدود 10 اس 6. لو عوضت بيها هنا هتلاقي ان الطول الموجي بتاعك في حدود 300 متر، اللي هي سرعه الضوء 3 في 10 اس 8 على الفريكوانسي اللي هو 10 اس 6، فهيطلع اللمده 300 متر. فانت الطول بتاع الانتنه اللي المفروض تستخدمها لو انت عاوز تبعت اي ام باستخدام سلك كده بسيط وعادي، المفروض يكون طولها في حدود 30 متر. 30 متر طويل بس ممكن يتعامل. ففي بدايه الانتنز كانوا بيستخدموا فريكوانسيز في رينج الاي ام اللي هو في حدود الميجا، وكانت الانتنة بتبقى واير انتنة بس تكون طويلة شوية. طيب بس ده طبعا عفى عليه الزمن دلوقتي. هتقول لي طب ومال الراديو الاي ام بتاعنا اللي بنشتغل بيه ده بيشتغل بايه؟ بيشتغل بشكل تاني من انتنة مش عبارة عن سلك كده عادي. هنقوله بعد شوية صغيرين. طيب بالنسبة للاف ام، الاف ام التردد بتاعها 100 ميجا. فتردد ال 100 ميجا ده معناه ان هو 10 اس كام؟ اس 8. فلما تيجي تحسب الطول الموجي هتلاقيه 3 متر. احنا قلنا ان انت علشان تحصل على كفاءه ارسال من سلك ماشي فيه تيار متغير القيمه اللي هو تيار اي سي، لازم يكون الطول بتاعه مقرب في الطول الموجي، سي مثلا على الاقل لمدة على 10. فاذا الطول المطلوب عشان اقدر استقبل او ارسل اف ام سيجنال في حدود 3 من 10 متر، يعني 30 سم. فده كويس قريب ممكن نعمله. علشان كده الموبايلات بتاعتنا فيها راديو اف ام بس ما فيهاش راديو اي ام، لان الموبايلات بتاعتنا بتستخدم انتنة هوائي مستقبل هو عباره عن الهيدفون المحطوطه في ودن سيادتك. علشان كده لو حضرتك ما وصلتش الهيدفون مش هتسمع الراديو الاف ام، علشان هو بيستقبل الاشاره بتاعتك ازاي؟ ان الموجه الكهرومغناطيسيه بتاعت راديو الاف ام اللي فيها مثلا الشيخ عبد الباسط بيقرا او الحاجه ام كلثوم بتغني، فالموجه دي ماشيه في الهواء، حضرتك هتستقبلها بسلك السماعه بتاعت سيادتك وتدخلها للموبايل، الموبايل بيستفيد بيها ويتحولها لك لصوت تسمعه. فبناء على الكلام ده لو انا عندي سلك ماشي فيه تيار متردد لازم يكون السلك ده طوله مقرب في الطول الموجي، فده اول شرط. يبقى اذا مش اي سلك ينفع استخدمه، لازم يكون سلك له مواصفه معينه، دي اول حاجه. ثاني حاجه، لو حضرتك عندك سلك موصل مستخدمه توصل من مكان لمكان، يعني حضرتك جبت سلكتين كده جنب بعض ومشيتهم واخد اشاره من مكان لمكان تاني، وليكن الاشاره دي كان ترددها في حدود ال 100 ميجا. يعني حضرتك عملت في البيت كده عندك مرسل اف ام زي الدوائر اللي موجوده على النت، والمرسل الاف ام ده المفروض ان هو في الاخر كده مكتوب لك كلمه انتنة، فانت خدت سلكه من المكان اللي مكتوب فيه انتنة وسلكه من الجراوند وحطيتهم مقربين قوي من بعض ومشيته مثلا متر، وقلت المفروض الايه الموجه الكهرومغناطيسيه تطلع، لقيت مفيش حاجه طلعت. طب ما طلعتش ليه بيه؟ علشان المفروض ان دي كهرباء، فالمفروض السلكه منهم لو بتمشي تيار في اتجاه معين السلكه الثانيه بتسحبه في الاتجاه المعاكس. اذا السلكتين دول طالما هما جنب بعض كل واحده منهم هتولد موجه كهرومغناطيسيه عكس الثانيه، عشان اتجاه التيار ده عكس التيار ده. السلكتين دول لو مقربين من بعض هتلاقي كل واحده منهم بتطلع موجه كهرومغناطيسيه، بس كل واحده منهم بتطلع موجه عكس الثانيه بتعمل لها كانسليشن. فانت كراجل غلبان بتحاول تشوف السيركت بتاعتك دي شغاله ولا مش شغاله، مش هتلاقي حاجه بتطلع. يبقى اذا لازم انا اعمل ديزاين كويس، تصميم كويس
للأنتنة بتاعتي علشان أقدر أطلع بيها الميكرومغناطيسي. فالكورس بتاعنا هنشوف فيه أشكال مختلفة للأنتنز. الأنتنز دي هم شكلوها بحيث يزودوا كفاءة إرسال أو استقبال الميكرومغناطيسي. خلاص؟ طيب الكفاءة بتاعت الإرسال والاستقبال دي بتعتمد على إيه؟ بتعتمد على حاجة اسمها أنتنة بارامترز، وده أول حاجة هنشرحها في الكورس بتاعنا. يعني ايه انتنا بارامترز؟ يعني المفروض ان الانتنا بتاعتي هتطلع موجه كهرومغناطيسيه، كهرو يعني مجال كهربي، الكتريكال فيلد، اي مغناطيسيه يعني مجال مغناطيسي اتش. فاحنا هنشوف الاي والاتش دول في علاقه ما بينهم وبين بعض، والمفروض ان في قواعد لازم يكون ملتزم بيها في القصه دي ولا لا. ولو انا معايا اي او اتش المفروض معناه ان في باور، في قدره ماشيه في الهواء اللي هي اسمها الباور دينستي. والباور دينستي دي في حاجه تانية اهم منها اسمها الباور انتنسيتي، هنعرف الفرق ما بينهم. وبعد كده المفروض ان مفيش انتنة في الدنيا حقيقية موجودة بترمي الباور بتاعتها في كل الاتجاهات زي بعض. يعني مفيش انتنة في الدنيا كده حاجة شبه يعني الشمس بتعمل اشعاع للمواد الكهرومغناطيسية بتاعتها في كل الاتجاهات. لازم هتلاقي في اتجاه منهم افضل من الاتجاه التاني، يعني بترمي في اتجاه معين افضل من الاتجاه التاني. وبالتالي ان في حاجه اسمها راديشن باترن اللي هو توزيعه الموجه الكهرومغناطيسيه في الفراغ، والتوزيعه دي معناها ان حضرتك الانتنة بتوجه الباور بتاعتها بكفاءه كويسه جدا في اتجاه معين. تبعد عن الاتجاه ده هتلاقي الباور بتقل. طب هتقل بسرعه ولا لا؟ دي حاجه اسمها الهاف باور بيم ويدث، اللي هو ايه؟ اللي هو يعني من الاخر الانتنة بتاعتك بتوجه الباور بتاعتها في زاويه قد ايه. الزاويه مثلا لو افترضنا الهاف باور بيم ويدث 60 درجه، يعني معناها ان حضرتك الماكسيمم موجود في النص. لو انت بعدت عن الماكسيمم ده 30 درجه يمين او 30 درجه شمال هتلاقي ان الباور بتاعتك ما بين الماكسيمم ونصه. يعني انت عند اتجاه معين كنت مستقبل اقصى باور، اتحركت يمين شويه فانت بعدت عن الماكسيمم دايركشن، الاتجاه الماكسيمم ده مثلا درجتين ثلاثه، فستيل الباور بتاعتك معقوله، هي قلت عن الماكسيمم بس مثلا 90% منه. في المثال اللي احنا لسه قايلينه اللي هو الهاف باور بيم 60، لازم حضرتك تبعد عن الماكسيمم 30 درجه علشان الباور بتاعتك تقل عن الماكسيمم اللي هي هاف باور. طب هل كل الانتنز ليها نفس الهاف باور؟ لا، هنعرف ازاي نحسبه، وهنكتشف ان في بعض التطبيقات يهمها الهاف باور ده يكون ضيق قوي، يعني الانتنه بتوجه الباور بتاعتها كلها في حته واحده. والتطبيقات دي بتنفع لو انا ببعت لمستقبل واحد بس، ببعت من نقطه واحده وبستقبل من نقطه واحده. لكن الانتنه اللي هم مستخدمينها مثلا لارسال التلفزيون الارضي او الراديو اللي هو الاي ام والاف ام، ما ينفعش تكون الهاف باور بتاعها البيم بتاعها الشعاع اللي طالع منها يكون ضيق، لازم يكون واسع عشان يغطي مساحه كبيره من المستخدمين، مساحه عريضه من المستخدمين. لكن مثلا نستخدمها في التواصل مع الاقمار الصناعيه، لا ما ينفعش تكون الهاف باور بيم ويدث ده واسع، لازم يكون ضيق، وضيق جدا. علشان ايه؟ عشان حضرتك نقطه واحده بس في الفراغ ده لو انت رايح للساتلايت. طب الساتلايت لما بيبعت من عنده هو للارض، لا لازم يكون الهاف باور بيم ويدث واسع. علشان ايه؟ علشان يعمل ارسال لمساحه كبيره على سطح الارض. فالبارامترز دي كلها هنتعلم ازاي ندرسها وازاي نشتغل بيها، وفي حاجه اسمها الدايركتيفيتي وحاجه اسمها الجين، ده برضو من ضمن الخواص بتاعت الانتنة. الحاجات دي اسمها انتنة بارامترز عامه عشان تفهم المصطلحات اللي موجوده في علم الانتنة. بعد ما نخلصها ان شاء الله، وده هتاخد جزء مش قليل، هنتكلم على بعض انواع الانتنز المشهوره، حاجه اسمها الواير انتنة اللي هو الانتنة الناتج عن سلك ماشي فيه تيار. واشهر نوع حاجه اسمها الدايبول انتنة، وهنعرف محل مشكله ان الكهرباء لازم تكون في سلكتين، واحده رايحه وواحده جايه، وخلوا والواحده رايحه والواحده جايه دول لو جنب بعض قوي هيكنسلوا بعض. هم عملوا ايه؟ بمنتهى البساطه بعدوا الاثنين عن بعض وكونوا شكل كده اسمه دايبول، وده من اشهر انواع الانتنز. وهنتكلم عن نوع اسمه لوب انتنة. اللوب انتنة ده عباره عن حلقه ملفوفه وماشي فيها تيار متغير الشد. فالسؤال بقى، انا الحلقه الملفوفه دي الكفاءة بتاعتها او عشان احصل على كفاءة عالية برضو لازم يكون نصف قطرها مقرب الطول الموجي زي الحالة اللي احنا قلنا عليها من شوية.
طيب السؤال انا كنت سألت سؤال من شوية، الـ AM ليه مش موجود في الموبايل؟ علشان ما فيش سلك ينفع يكون طوله 30 متر حضرتك مجرجر وراك في الموبايل. طب ما الراديو اللي موجود في البيت في مستقبل AM، الراديو اللي موجود في العربية بيستقبل AM، هل هو بقى في سلكة من جواه طولها 30 متر؟ لا، هو بيستخدم حاجة اسمها اللوب أنتنة. اللوب أنتنة بيستخدم لوب أنتنة صغيرة جدا، اللوب أنتنة الصغيرة جدا لو لفة واحدة ما تديلكش كفاءة عالية، ما تعرفش تستقبل منها كويس، هتستقبل منها مثلا جهد في حدود 1 مايكرو أو 1 نانو فولت، ما تعرفش تستخدمه. لكن علشان هي حلقة، فأنت لو خدت معاها حلقة تانية سيريز، حلقة تالتة، حلقة رابعة، حلقة خمسة، فكأنك جبت ملف فيه 10,000 لفة، فاللي هيحصل إن الجهد اللي طالع من حلقة واحدة اللي هو كان صغير خالص حضرتك ضربته في كام؟ في 10,000. فاللوب أنتنة لو لفيته مع بعض سيريز فأنت هتحصل على كفاءة أكتر وأداء أفضل. فإحنا هندرس اللوب أنتنة وعلاقة اللفات دي وهتفرق معايا إيه والكلام ده. كده هندرس أنواع تانية من الأنتنة زي الأبريتشر أنتنة، زي المايكروستريب أنتنة، زي ال إحنا قلنا أبريتشر ومايكروستريب وسلوت الأنتنة، وأنواع أنواع مختلفة من الأنتنة إن شاء الله هنقولها مع بعض. بعد كده هنبدأ نتكلم على كونسبت مهم جدا، حاجة اسمها الأورينتيشن والشيفتنج، اللي هو إيه؟ وإحنا بندرس الكلام اللي فات ده هنحط الأنتنة عند الأورجن وهيكون اتجاه التيار الأساسي في اتجاه زد. طيب لو كانت الأنتنة اللي أنت بتدرسها مش عند الأورجن، حركت يمين أو شمال، فدي حاجة اسمها شيفتنج. طيب بدل ما هي كانت بتشاور في اتجاه زد بقت بتشاور في اتجاه تاني، ده اسمه أورينتيشن. فهل لازم تجيب بروف وتجيب إثبات من أول وجديد؟ لا، المعادلات اللي أنت اشتغلتها فوق هتعيدها مرة تانية ولكن بتعديل بسيط في التوبيك اللي اسمه أنتنة أورينتيشن أند شيفتنج. بعد كده لو ربنا ادانا عمر وادانا صحه، يعني عشان للاسف الترم ده المحاضرات اتقسمت بالنص، يعني الترم اللي فات كنت انا بديكم كنت بدي محاضرتين، دلوقتي بدي محاضره واحده، وبقى الباشمهندس بيدي السكشن بتاعه. فاحنا عندنا هنبدا نتكلم على كونسبت اسمه الاري. الاري ده معناه ان انت بدل ما يكون عندك انتنه واحده لا هيكون عندك مجموعه من الانتنز. ففي الغالب يعني اعتقد ان احنا مش هنلحق نخش في الاريز دي، بس اديكم تبقوا سمعتوها، اللي هو عندك كذا أنتنة مع بعض كلهم نفس النوع، والمفروض إن كلهم بيشاوروا في نفس الاتجاه. طب إحنا استفدنا منها إيه يعني؟ ما طالما الأنتنة دي لوحدها بتشاور في الاتجاه ده والأنتنة دي لوحدها بتشاور في نفس الاتجاه، أنا بكرر ليه؟ عشان أزود الباور ولا علشان إيه؟ اللي بيحصل إن المجال أو التيار اللي موصل للأنتنس دي كلها لو كان كله نفس المقدار ونفس الفيز شيفت، فكل الأنتنس هتبعت نفس الموجة الكهرومغناطيسية، وبالتالي كلهم هيكونوا بنفس الأداء. فالفايدة إن حضرتك هتكبر الإشارة اللي مرسلة في الاتجاه اللي انت عاوزه أو الاتجاه اللي هو بتاع الماكسيمم. طب ما عدا ذلك هتلاقي إن الباور اللي انت بتبعتها بتقل بمقدار كبير. ليه؟ لان حضرتك بيحصل حاجه اسمها فرق في المسار، ديفرنس في الباث، اللي هو كل انتنه في نقطه معينه بيبعتوا الارسال بتاعهم بياخد نفس الوقت عشان يوصل للنقطه دي. طب لو اتحركت يمين شويه هتلاقيك قربت من انتنه عن الثانيه، فالانتنه القريبه الاشاره بتاعتها هتوصل بدري عن الثانيه، فالفرق في الزمن ده بيتحول لفرق في الفيز. فالفيز ديفرنس معناه ان انت بدل ما كنت هتبعت مثلا الانتنة الاولانية 3 بزاوية 0 والانتنة الثانية 3 بزاوية 0، لا الانتنة فبالتالي يبقى مجموعهم 6 بزاوية 0. الانتنة الاولانية مثلا هتبقى 3 بزاوية 90 والانتنة الثانية هتبقى 3 بزاوية سالب 90. ده طبعا الاكستريم اللي هو الفرق الكبير قوي. فده معناه ان لما تيجي تجمعهم على بعض هتلاقي الناتج بصفر. 3 بزاوية 90 دي اللي هي جي 3، 3 بزاوية سالب 90 اللي هي سالب جي 3، فهي مجموعهم بصفر، فمعناها ان مفيش باور خالص. ممكن تلاقي الفرق الفيز مش 90 مثلا، هيبقى 3 بزاوية 10 و3 الثانية بزاوية سالب 10، مجموعهم هيكون في حدود 6 كوزين 10، يعني اقل شوية عن 6. فإذا الأنتنة دي الأري بستفيد بيها ان انا بوجه الباور بتاعتي في اتجاه معين بكفاءة افضل من الأنتنة الواحدة. مش كده وبس، في علم جديد اسمه البيم فورمينج. يعني ايه بيم فورمينج؟ يعني ان انا ممكن ان انا اشكل
توزيعه الباور اللي محطوطه حوالين الانتنه باستخدام الاريز دي. في حاجه بقى تانية اسمها الكترونيك سكاننج، اللي هو عندك ان اريز محطوطه في مكانها ما بتتحركش، بس انت بسبب تغيير التيار او تغيير الفيز ما بين الشحنات ما بين الانتنز وبعضها، هتلاقي الانتنز دي دلوقتي مثلا بتوجه الباور بتاعها في دايركشن معين، انت مش هتحركها من مكانها ولا هتخليها تلف. كل اللي هتعمله هتغير الفيز شيفت ما بين الانتنز لقيمه اخرى، هتلاقي البيم ده او الباور بتاعتك اتغيرت من مكانها. زي الرادار كده، الرادار المفروض ان هو بيعمل سكان في دايركشن معين، بعد كده غير الدايركشن اند سو اون. فانا مش لازم الرادار يكون انتنة بتتحرك، لا، انا ممكن يكون الانتنة بتاعتي ثابته وانا بغير الفيز شيفت ما بين الانتنز وبعضها. ده اسمه الكترونيك سكاننج، وده لا يمكن حدوثه الا لو في عندي اري. بس اعتقد يعني ان احنا مش هنلحق نخلص الاريز عندنا. اعتقد كده المقدمه بتاعت ماده الانتنز خلصت. توزيعة الدرجات، أنا عارف إن ده سؤال أنتوا هتسألوه. المفروض أعمال السنة 60، اللي أنا فاكره إن الميد تيرم المفروض عليه 20. ده اللي هو في الكورس العادي، المنهج العادي قبل قصة كورونا وقبل التعليم الأونلاين. المعهد هيقسمها إزاي؟ دي أنا ما أعرفهاش. ليه؟ لأن المفروض إن يكون في ميد تيرم، امتحان ميد تيرم نعمله فعليا. هل هيكون أبحاث زي السمر ولا فعلا هيكون في امتحان؟ طبعا لو في ابحاث فهيكون مثلا جزء على حضوركم هنا في المحاضرات، وجزء غياب في حضوركم هنا في المحاضرات، وجزء عن حضوركم في السكاشن، والباقي هيكون على ابحاث. واعتقد ان مش هو ده اللي هيحصل، اعتقد ان هتكون فعلا في امتحانات. فتوزيعة الدرجات المعهد هو اللي المفروض هيقولها لنا. بس انا تخيلي ان هيكون في ميد ترم مثلا على 20 درجه، وال40 درجه التانيين هتكون متقسمه بيني وبين البشمهندس بتاعك. اعتقد كده انا اعتبر خلصت الشرح اللي انا عاوز اشرحه. لو في اي حد منكم عنده اي سؤال. وكده النهارده بس يا دكتور مفيش شرح يعني؟ ما هو مش انتوا اللي قلتوا ان انتوا مش عاوزين شرح؟ انا كده ما شرحتش المفروض. تمام. تمام كده يا دكتور، شكرا.